الآن أبنائي سوف نتعلم كيفية إنشاء نقط في الأعداد المركبة، يعني في المستوى المركب. عندنا النقط، قال أنشئ النقط A B C D E صور اللواحق المذكورة. عندنا زاد واحد، الإكس كم أبنائي؟ واحد. والإيجراك كم؟ واحد. إذن هذه نقطة تقع هنا، هذه هي النقطة A، يعني سهلة. الآن نأتي إلى النقطة الثانية اللي هي ناقص واحد ناقص إي جذر ثلاثة. الناقص واحد أمرها بسيط، لكن هذا العدد اللي هو ناقص إيه ناقص الجذر ثلاثة أبنائي هو أمر صعب جدا لتحقيقه. هنا نتابع جيدا. لإنشاء النقطة بي أولا نحسب طاولة زاد واحد، لاحظوا إلى هذا العدد. طاولته هي الحقيقي مربع زائد التخيلي مربع اللي هو ثلاثة، يعني تحت الجذر تصبح لنا أربعة اللي هي اثنان. إذا نحسب طاولته. إذا ماذا كيف نرسم؟ أول شيء أن نأتي برسم دائرة مركزها النقطة O ونصف قطرها هو هذه الطاولة لهذا العدد. هذا الأمر الأول، نتابع جيدا. ها هي الدائرة، نقوم برسم دائرة، قلت نصف قطرها كم أبنائي؟ اثنان. لاحظوا هكذا، ثم نبدأ بعملية الرسم هكذا أبنائي. لاحظوا هذا الأمر الأول، إذا قلت في الأول نرسم دائرة ثم نعين العدد الثابت، يا إما الإكس يا إما الإيجراك. هنا ما هو العدد الذي ثابت هنا؟ يعني يظهر بقيمة صحيحة 100%، هو الناقص واحد، لكن هو الإكس. ناقص واحد ها هي هنا، لاحظوا. ثم نقوم برسم ماذا؟ برسم خط هكذا عمودي، لاحظوا بخط عمودي. ثم إذا كانت القيمة هذه الإيجراك، ركزوا أرجوكم، هذه الإيجراك إذا وقعت في البسط في 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 وقعت موجبة، نقول أنها هي هنا، هي هذه. أما إذا وقعت في الجهة السالبة مثل ما هو مذكور هنا، فنقول من هنا إلى هنا. إذن ها هي القيمة المضبوطة اللي هي ناقص جذر ثلاثة. إذن النقطة بي تقع في هذا المكان وهي صحيحة 100%، يعني بقيم مضبوطة. هذه فيما يخص النقطة ماذا؟ النقطة أبنائي بي. الآن نأتي إلى النقطة سي. النقطة سي أعطيت لنا اثنان في أسية اي بي على بي أربعة بي على أربعة. إذا هي دائرة نصف قطرها كم؟ اثنان مثل هذه، لكن تبقى لنا الزاوية. الزاوية هي قلنا هي أربعة بي على ثلاثة، وكأنما ماذا؟ وكأنما هي في الأصل هي معناه 120، عفوا 60، اعذروني، 60 في 4، 60 في 4 اللي هي 240. 240 يعني اين تقع؟ لو ناتي الان بالمنقلة، ها هي المنقلة ابنائي امامكم، لاحظوا جيدا، ركزوا ارجوكم. اذا هنا عندنا، ركزوا، هنا عندنا 180، ثم عندنا ماذا؟ وهنا قلنا عندنا 270، لكن نحن نحتاج 200 ماذا؟ 240، يعني من 180 كم نضيف حتى نتحصل؟ نضيف 60 درجة، لاحظوا 60 درجة. إذا هنا صفر ثم 10 هكذا، لاحظوا أبنائي. إذا 20 30 40 50 60، إذا تقع في هذا الموقع. لاحظوا أبنائي تقع النقطة هنا، ركزوا سوف أريكم بالضبط. إذا نقطتنا تقع في هذا المكان، لاحظوا هنا هي نفسها النقطة بي في هذا المكان يا أبنائي. هذه هي النقطة سي تقع مباشرة على النقطة بي. الآن نأتي الآن إلى النقطة التي بعدها كذلك، ركزوا. النقطة هي زاد هذا اللي هو اثنان في أسية خمسة بي على ستة. تبقى دائما الدائرة نصف قطرها كم؟ نصف قطرها هو الطاولة اللي هو الاثنان، والزاوية هي خمسة بي على ستة اللي هي كم؟ اللي هي 30 في ماذا؟ في خمسة، تصبح لنا 150. 150 كيف ننشئها هنا أبنائي؟ تعالوا نأتي بالمنقلة، ركزوا أرجوكم، ها هي المنقلة أبنائي، لاحظوا هكذا نأتي بها ونحولها إلى هذا الموقع ونعين الزاوية 150. إذا هنا عندنا صفر
وهنا 90 وهنا 120 وهنا إذن 150 سوف تقع في هذا الموقع. ها هي الزاوية بالضبط هنا في هذا الموقع أبنائي، لاحظوا هنا. إذن سوف نعين مكان ثم ننزع هذه الجهاز ونقول أنها النقطة أين هي؟ ركزوا، تصبح هنا. ها هي النقطة سي في هذا الموقع، اللي هي النقطة A B C D. إذا النقطة D في هذا الموقع، لأن نصف القطر ظهر أنه كم؟ 2. لو جاء نصف القطر أصغر، لو كان 1، لو وقعت مثلا في هذا الموقع هنا فقط. عندنا الحالة هذه كذلك، ركزوا، ها هي الحالة. نأتي الآن نحسب ماذا؟ قلت نحسب الطاولة، تصبح لنا زاد طاولته كم؟ اللي هي 3 زائد 1 تحت الجذر، اللي هي 2. إذا تصبح دائرة نصف قطرها كم؟ 2. مركزها أكيد دائما الأو. الآن ما هو الشيء المضبوط وما هو الشيء غير مضبوط؟ الإكس هنا غير مضبوط، الإيجريك كم؟ 1. إذا نأتي الآن إلى الإيجريك 1، الإيجريك 1، ها هو الإيجريك 1، ونرسم كذلك مستقيم يشمله هكذا، تابعوا، لأن هذه المرة الإيجريك هو الذي ثابت هكذا، مضبوط يعني. ثم الآن بعدها نأتي الآن إلى الإكس، هل هو موجب أم سالب؟ الإكس في هذه الحالة هل هو موجب أم سالب؟ يظهر أنه سالب، إذا تقع تلك النقطة في هذا الموقع هنا في مع النقطة، إذا ها هي النقطة أ، تقع مرادفة على النقطة دي بكل بساطة، لأن هذه الآن هذه هي القيمة اللي هي ناقص جذر 3، وها هي الإيكغريك كم؟ 1. إذا هنا تقع تلك النقطة هي أ. إذا لرسم النقط بدقة عليكم أولا بحساب الطاولة، ثم رسم دائرة، دائرة هذه الدائرة يكون قطر نصف قطرها هو الطاولة R، ثم بعدها نعين القيمة المضبوطة. هنا مثلا القيمة المضبوطة هي الإكس، هنا في المثال الأخير ظهر أنه الإيكغريك هو القيمة المضبوطة، ونرسم تلك المستقيم فقط.